شكرا لك استاذ فهد ورحب فيك انت ضيوفك، واهلا فيكم مشاهدينا في فقره اخبار صغار ستار. وراح ابدا معاكم بالخبر الاول. انتم بتعرفون ان في معلم في تبوك انقذ حياه طالب داخل المدرسه بعد ان ابتلع قطعه معدنيه. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. الخبر الثاني، الرسام الكاركتيري يزيد الحارثي يقدم خدمة تعليمية للأطفال من خلال باص كاركتيري مجهز بالكامل، وهذا الباص على شكل قلم رصاص، وهذا الرسام يقوم بتعليم الأطفال رسم الشخصيات الكاركترية خلال 15 دقيقة بس. وكانت هذه آخر أخبارنا لهذا اليوم. كنت معكم أنا ديم العجلان، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.